أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أوراق اقتصادية. في إجراءات جديدة ومفاجأة قام بها الجهاز المصرفي بنظرية الصدمة. نقول في العشر أيام اللي فاتت حصل حاجات كتير جدا تؤكد أن هناك اتجاه جديد وسياسة جديدة وضحت من هذه القرارات اللي ما يخفاش على المواطن العادي أن مصدرها هو طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد، على الرغم أنه لم يتولى رسميا الأمر ولكنه وجد نفسه في مضمار اللعبة. بدأ بالفعل بالتشاور وبالتراضي وبالتفاهم مع الأستاذ جمال نجم القائم بأعمال محافظ البنك المركزي لاتخاذ هذه الإجراءات التي من شأنها حماية محدود الدخل بداية ومواجهة السوق السوداء للدولار ومساعدة المواطنين أن يواجهوا آثار سلبية محتملة من بعض المشكلات التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، زي تراجع معدلات السياحة، تراجع معدلات التصدير، ارتفاع الأسعار. في خطوة أعتقد أن كانت واضحة للجميع لشهادات الاستثمار اللي طرحتها بنوك الدولة الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة بفايدة 12.5%، ودي أعلى فايدة منذ سنوات، كانت بتعطي إشارة أن الدولة تضع محدود الدخل في القلب، أنها بتحافظ على دخل هؤلاء أنه لا يتأثر. اللي حاطط وديعة 100,000 جنيه بياخد منها مثلا 600-700 جنيه في الشهر، 600-700 جنيه دول مش هيواجهوا الأسعار ولا هيواجهوا ارتفاع الأسعار في خلال الفترة القادمة، مبلغ لازم يقفز. البنوك عليها أن تتحمل، ممكن أرباحها تقل في الفترة القادمة ولكنها لابد أن تؤدي دورها المنوط به. عندي العديد من الملفات التي تخص السياسة النقدية ودور القطاع المصرفي في الفترة القادمة. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي الاستاذ عدنان الشرقاوي، عضو اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس البنك العقاري العربي. يا اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. يعني انا لو حبيت اجمل ما يحدث داخل اروقه القطاع المصرفي ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول توجه جديد، ممكن اقول استراتيجيه اخرى تتجه نحو حمايه محدود الدخل ومواجهه السوق السوداء. الحقيقه انا بشكر حضرتك الاول على هذا اللقاء، بس انا احب الاول انوه اللي في حاجة مهمة قوي وهي مدرسة البنك المركزي المصري. بمعنى ان من ساعة 2003-2004 والدكتور فاروق العقد الله يمسيه بالخير قاد استراتيجية لإصلاح الجهاز المصرفي المصري بقيادته وبعضوية فريق، الحقيقة أنا يعني سعيد بأن هذا الفريق ابتدى مع الدكتور فاروق ولا زال بيؤدي دوره، كان دراعه اليمين الاول وهو الاستاذ طارق عامر، وكان كذلك الاستاذ هشام رامز، وكان كذلك الاستاذ جمال نجم، وكان كذلك الاستاذ محمد بركات، وفي مجموعه كده والاستاذ محمد الاتربي والاستاذ، يعني الحقيقه مش عايز اغفل الاسم، ولكن ده اللي انا بفخر بيه ان هي البنك المركزي دايما بيبقى له استراتيجيه واضحه قد تختلف. المجموعه دي انقذت البنوك من الافلاس. مفيش كلام. قبل 2004 كان الديون الرديعه وصلت لما يزيد عن ال 150 مليار جنيه. بالظبط كده، وزي ما سيادتك تفضلت وقلت ان كانت فجوه المخصصات وقتها بمبالغ لا احد فينا كان يعتقد انه قادر الوسط المصرفي على انه يغطي هذه الفجوه من المخصصات، والتي حمت الجهاز المصرفي المصري. واكبر دليل عشان ما يبقاش بنقول كلام لمجرد الشعارات، إن حتى في الأزمة العالمية اللي سيادتك عارفها في 2008 لم يفلس بنك مصري، وبعد بعد ثورتين أو ثلاثة لم يفلس بنك مصري. ده كله ما بيجيش بمجرد الصدفة، الكلام ده جه باستراتيجية إصلاح مصرفي قادها الدكتور فاروق العقدة ومعاه الفريق اللي زي ما أنا ذكرتهم على سبيل المثال وليس الحصر عشان ما زعلش. الأستاذ طارق عامر كان نائب المحافظ. طبعا الأستاذ طارق عامر كان هو يعني الدراع اليمين للدكتور فاروق اللي قاد هذا. والحقيقه مش بس كده، لما حتى انتقل الاستاذ طارق عامر للبنك الاهلي، اظن عشان بس انا انت عارفني انا لا بحب اشكر ولا بحب، لكن انا بدي كل واحد حقه في هذا الاطار، ان الاستاذ انتوا عمالكم بتجسدوا الارقام والمؤشرات. بالظبط كده. النهارده لما الاستاذ طارق تولى البنك الاهلي كان بيعمل 50 مليون ارباح، والحقيقه ما كانتش ارباح فعليه قوي يعني عشان بس نبقى احنا فاهمين، لكن هو سابه بيعدي ال 2 مليار وشويه، ومش بس ارباح ولكن اعاد هيكلته اداريا، وعلى اعتقد على ما اعتقد ان ده شيء مهم جدا. فنرجع لمرجوع بدايه الاصلاح من ايام الدكتور فاروق وهذا الفريق والاستاذ طارق والاستاذ هشام وده كله، فده النهارده بنستمر في هذا المواكبه. ولكن زي ما بيقولوا السياسات بتختلف باختلاف الظروف،
والحقيقه القرارات الاخيره اللي سيادتك اشرت اليها دي، انا بس عايز احط كده جينيريك او جمله عامه الاول وبعدين نخش في تفاصيل. ان سياسه البنك المركزي الحاليه اللي هي بتتغير بتغير الظروف، ادتنا بالقرارات الاخيره دي مسج او رساله واضحه بما لا تدع مجال للشك، ان البنك المركزي المصري بيهدف من سياسته النقديه ليس ارضاء المؤسسات العالميه، ولكن تقويه الاقتصاد المصري المحلي ومحاربه التضخم والوقوف بجانب محدودي الدخل من خلال زياده القدره الشرائيه له. اذن يا استاذ عدنان، انا عايز اقف بس عند كلمه ليس ارضاء للمؤسسات الماليه ومواجهه عباء محدود الدخل، ولكن اذن لي نخرج لفاصل واعود لهذا الملف. اتفضل فهم. اتفضل. اعزائي المشاهدين، عدنا من جديد. دور البنك المركزي في مساعده ودعم محدود الدخل، حضرتك بتلمسه في ايه؟ الحقيقه بص، على قصر هو طبعا سياده المحافظ جه لم يتولى بعد، ولكن اللي بلغنا الحقيقه واللي احنا حاسين بيه ان ابتدى المشغل يشتغل، وفي لقاءات عديده بتتم في مقر من المقرات، عشان يخش لما يستلم يبقى داخل عامل فرشه. الحقيقه نمره واحد، النهارده لما ناخد مجموعه القرارات التي تم اتخاذها لسه ما فيش في مجال الاسبوع اللي فات، والتي تتمثل مبدئيا في نمره واحد رفع قيمة الشهادات إلى 12.5، يستتبعها كذلك خفض سعر الدولار ل 20 قرش مرة واحدة في طرح المليار دولار اللي تم طرحه للاعتمادات، مع قرارات الدولة الأخيرة اللي هي اللي سيادة الرئيس خدها، إن هو يبتدي ياخد قرارات أجريسيفلي أو بعنف لتخفيض الأسعار ومحاربة الغلاء من خلال توزيع المنتجات باسعار مناسبه من خلال منافذ الجيش. كل الكلام ده مع بعضه حضرتك لما تربطه كده تحس ان هناك تناغم ابتدى يظهر جليا ما بين السياسه النقديه والسياسه الماليه. والحقيقه ده برضه شيء عشان بس يعني ما نخشش فيه بتفاصيله، ولكن كان هناك غياب لهذا التناغم. النهارده لما ناخدها بقى واحده واحده كده ال 12 يعني عوده لروح فريق العمل، ده نقطة مهمة جدا، محافظ البنك المركزي ومساعديه والمجموعة الاقتصادية والوزارة والدولة كمؤسسة رئاسة. حتى الحقيقة لما تربط هذا الكلام، يعني هذه القرارات باكج على بعضه تم أداؤه في خلال أسبوع، المفروض التوقع إن شاء الله مع محاربة هذا الغلاء إن بنهاية الشهر ده زي ما أمر الرئيس قالك لازم في خلال الشهر ده الناس تحس. طيب هنقول بقى ناخد كل ديسيجن او قرار من هذه القرارات نحلله تحليل بسيط عشان ما نعقدش الدنيا على المشاهد. ال 12 ونص دي على سبيل المثال وليس الحصر، اثرها ايه؟ نمره واحد، اثرها ان هو بيمتص السيوله من السوق. طيب ده معناه ايه؟ معناه النهارده انا بحارب التضخم. طيب النهارده انا عندي فلوس، بدل ما ابتدي اصرفها على اي سلع انا بجيبها ترفيهيه، لا انا عندي نسبه ادخار، يبقى انا راجل حاطط وديعه في بنك او شهاده في بنك، قوتي الشرائيه زادت. مؤشرات البنك المركزي الاخيره خلال شهر سبتمبر اكتوبر قالت ان معدل التضخم زاد من 2.1 الى 2.5. طيب كان الرد الفعل السريع، وده اللي مطلوب من البنك المركزي، ان يكون في تجاوب سريع بالظبط كده، يكون في مواجبه للاحداث. تواكب الاحداث ده شيء مهم جدا. لما يرفع الشهاده 2.5% مره واحده، طب ما هو ده كده يبقى قدر يسيطر على التضخم immediately في فتره على طول بقى، لان دي قوه شرائيه. حضرتك حاطط شهاده النهارده، وخلي بال سيادتك ان الشهاده دي ايرادها شهري، ودي نقطه مهمه جدا، مش ده جديد برضه بالظبط كده بالنسبه للشهاده الثلاثيه بالظبط كده، ده ايرادها شهري لم تعتادوا عليه في العمل المصرفي بالظبط. وبالتالي ادى ميزه نسبيه للناس، النهارده انا اسعاري غلت، بكره احط شهاده ب 12.5، الشهر ده في اخر الشهر قوتي الشرائيه هتزيد ب 2.5%، يبقى انا غطيت التضخم. والنقطه المهمه برضه النهارده لما طبعا في ناس بتبتدي تفكر، انا مش هقول لحضرتك ان لكن اثار انه بيحارب الدولاره. النهارده سيادتك لما نيجي نقارن ما بين الشهاده الدولاريه اللي في نفس المده وهي سنه مقارنه بالشهاده المصريه اللي طرحت، هتلاقي فرق سعر فايده افريج، طبعا نتكلم معدلات افريج متوسطات، فرق 11% كتير. النهارده انا لو واحد عندي دولار، انا دلوقتي ما بقاش مخزون للقيمه، يعني الاول كانت الناس تقول لك ايه، حط الدولار، الدولار بيعلى يا عم كل يوم، هيعلى اهو اتجاههم
اتجاههم انه شايفين ان في مؤشر قفز بالظبط كده، شايفين ان في مؤشر او اتجاه سياسه ماليه ان انا ارفع سعر الدولار ما بين الاسبوع والاخر الى 10 ساغ 20 ساغ 30، قال لك ايه بقى اركن الدولار مش متنازل عنه دلوقتي. لما تيجي هذه الضربه الفجائيه ويروح نازل 20 قرش مره واحده، الناس ابتدت تفكر بقى، تقول لك لا قال طب ما هو يبقى الدولار مش معنى كده انه يفضل يطلع، لا ده ممكن ينزل، يبقى انا ادور على القيمه اللي تجيب لي ايراد، فانا لا اوظف في الشهاده افضل من اوظف. ولكن في نقطه مهمه جدا عايزين بس نرجع لها قبل ما نسيب النقطه دي، وهي المسج اللي وصلت من البنك المركزي او صناع السياسه النقديه للعالم كله والعالم المحلي، احنا لن نخفض قيمه الجنيه ارضاء لاي مؤسسات عالميه. لا هو ده كان من المطالب الاساسيه بالظبط كده. لا النهارده في القرار اللي خده البنك المركزي ده قرار مدروس فنيا وقرار مبني على نزعه وطنيه بحته، لان خفض قيمه الجنيه بتضربك فين؟ ببساطه عشان برضو ما نعقدش الدنيا على المشاهد، بتضربك في نقطتين اساسيتين، نمره واحد في ان هي بتضر الصناعه المحليه، تعالي الاسعار كمان، نمره اتنين والاخطر وهي رفع اسعار، لان انت النهارده حضرتك انت نت امبورتر، يعني انت بتستورد من 70 ل 80% من حاجاتك، فشيء طبيعي وبديهي ومنطقي النهارده الديفالويشن او خفض الجنيه المصري ده بيضربك في مقتل، وهي بيضربك في الصناعات بتاعتك وبيضربك في سعر المستهلك، ان المستهلك مش مستحمل رفع اسعار اكتر من كده. انا هستاذنك، انا عايز ارجع للاثار السلبيه اللي من الممكن ان تواجه هذا القرار، لكن بعد هذا الفاصل. اعزائي المشاهدين، وقبل الفاصل كنت بتكلم مع الاستاذ عدنان الشرقاوي عن بعض الاثار السلبيه المحتمله من رفع قيمه الجنيه امام الدولار. متهيألي ان ممكن البنك الدولي او صندوق النقد يعني تضايقهم الخطوه ديت وتعثر ان احنا نحاول ناخد قروض منهم، يقول لك انت مش حاطط القيمه العادله للجنيه. نفس الكلام بالنسبه للاستثمار الاجنبي المباشر، من ضمن شروطه حط لي قيمه عادله للجنيه، هم شايفين ان الجنيه مرتفع عن قيمته، هو بيوازي الاقتصاد بقيمه الجنيه. ثالث حاجه المصدرين، يقول لك خفض قيمه الجنيه بتشجعنا على الاستيراد التصدير. انا رايي الشخصي حضرتك طبعا، شوف حضرتك مفيش قرار يتفق عليه، او لو حطيت كده البور والكونتر او المزايا والعيوب، ليس هناك قرار يتفق عليه الجميع، ولكن كل قرار له مزاياه وعيوبه. النهارده لما يجي البنك الدولي، طب احنا في ظل تخفيض قيمه الجنيه الفتره اللي فاتت، هل نتج عنه ان احنا حصلنا على قروض خاصه برضا المؤسسات العالميه وعدم رضاها؟ ده كلام الحقيقه لازم نقف عنده بنوع من الامعان والتفكير. النهارده هو لما بيحس انك انت رفعت الدولار بتاعك، طب انت رفعت قيمه الدولار او قيمه الجنيه بتاعك ليه؟ ليه رفعته؟ لان انت حسيت ان هناك ضرر اثاره السلبيه على الاقتصاد ككل هتكون اثار فاعله وانت مش هتقدر تتداركها. يعني النهارده عايز اقول لحضرتك حاجه، لما يقول لك الاستقرار السياسي، لما يجي البنك الدولي او صندوق النقد الدولي، من ضمن الحاجات الفاكتورز اللي بيدرسها ايه؟ الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي في البلد. النهارده لو فضلنا في عمليه الديفالويشن اللي كانت ناتجه دي، ايه الاثار اللي جت؟ ايه الاثار الخطيره اللي حصل فيها؟ ارتفاع الاسعار الرهيب الغير مبرر. خد بال سيادتك ان لو هبص عالميا هتلاقي ان الاسعار عالميا الكوموديتيز نزلت بنسبه 50 ل 60% على مستوى العالم. الا في مصر. عشان هناك جشع. بالظبط كده. فلما هو يلاقيك انك عندك استراتيجيه، هو ليه البنك الدولي او المؤسسات العالميه يجي يديك او ما يدكش؟ هو مش بيحاسبك على الواحده، مش بيحاسبك على القرار، انت رفعت الدولار، طب ما احنا خفضنا قيمه الجنيه الفتره اللي فاتت. محدش مدرك يا استاذ عدنان ان الجنيه في ظل برضه التخفيض امام الدولار انه كان ثابت امام اليورو والين. فهمت كده؟ فاللي انا عايز اقوله مش ده القرار الاوحد اللي بناء عليه بيتحدد قرار المؤسسات النقديه العالميه. وخلي بال سيادتك لما نيجي بس قبل ما ننسى الموضوع ده، ان حضرتك على وشك انك تمضي قرض مع البنك الصيني اللي هيوقع فيه الاستاذ هشام عكاشة، على بنك التنميه الافريقي، على البنك الدولي اللي الوزيره سحر نصر بتتفاوض عليه حاليا 3 مليون دولار. الكلام ده بالظبط 3 مليار دولار. الكلام ده يا جماعه ما بيتمش بمجرد فاكتور واحد، لا هو بيشوفك هل انت عندك فيجن واستراتيجيه واضحه لمواجهه الاثار الاقتصاديه داخليا ولا لا؟ لما هو بيطمئن انك انت، طب انا هقول لسيادتك حاجه، النهارده لو ابقينا على ان الدولار قيمه الجنيه تفضل تنزل 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 تنزل، اثاره ايه؟ اثاره هتدمر لك الاقتصاد المصري.
مش بس كده، هتلاقي الجنيه وصل الدولار وصل ل 10 جنيه بالظبط كده. وحاجه تانية، ايه اثاره على السلع؟ ايه اثاره على القوه الشرائيه؟ ايه اثاره على محدود الدخل؟ ايه اثاره على الاستقرار الاقتصادي والسياسي؟ ايه اثاره على الودائع بتاع البسطاء اللي حاطينها بالظبط كده البنوك؟ هتتاكل النهارده لما يلاقي اي مؤسسه عالميه. طبعا انا كل شيخ وله طريقه، انا واحد من الناس مع احترام المؤسسات الدوليه يعني ما باخدهاش كده كلها ازيتيز او زي ما هي، لا. والكلام ده انا قلته يمكن لسيادتك قبل كده او مش فاكر، قلته في واشنطن في اجتماعات الماي اف، قلته لمستشار اوباما الاقتصاد، قلت له انتوا دايما بتسيسوا معلش مع احترامي القرارات فيما يتعلق بهذا القروض العالميه، بتسيسوها، جزء فيها مسيس. حتى مؤسسات التقييم زي فيتش وستاندر اند بورس، انا جاي لحضرتك، وحتى فيها فيتش يعني واحنا كنا في اجتماعات معاهم قريب من حوالي كام 6 7 شهور، والحقيقه انا قلت لهم على يعني كده على الملأ، قلت لهم يعني هل انتوا قراراتكم في التقييم مبنيه على اسس اقتصاديه فقط ولا يشبه قرارات سياسيه؟ الراجل طبعا ما عرفش يرد عليا رد صريح، اخذني ولف بيا وما ادانيش رد واضح كالعاده يعني، ولكن كلنا عارفين كده وكلنا مدركين كده ان هناك اجنده، هيدن اجنده احنا لا نعلمها بالتفصيل، ولكن الامور. ارجع بقى الاهم ردا على سؤال سيادتك، النهارده لو انا مشيت زي ما سيادتك بتقول كده مع المؤسسات بتنظر هذا النظر وفضلت اخفض قيمه الجنيه، النهارده مش ممكن الاقي بكره الاسعار دي الناس مش قادره تشتري؟ هينتج عن كده ايه؟ هينتج عدم استقرار سياسي وازمه وعدم استقرار سياسي وعدم استقرار اقتصادي. طب هل ساعتها البنك الدولي او الصندوق النقد الدولي هينفعنا؟ هل هيقدر يديك قرض وانت ليس عندك هناك تداعيات واستقرار سياسي؟ لن يكون هذا. وبالتالي انا على يقين وعلى قناعه ان القرارات اللي خدها البنك المركزي مؤخرا قرارات بتصب في صلب الاقتصاد، دعم من الاقتصاد المحلي، وفي نفس الوقت بتضع لك انت زي ما بيقولوا ايه، عندك شخصيتك المستقله كبلد، عندك شخصيتك المستقله كبلد، انت ما انتش بتعمل كده عشان ترضي كده وفي الاخر ممكن الدنيا تولع منك في الـ في الـ في السوق المحلي وما تبقاش انت قادر على السيطره. كان عندي السوق المحلي اهم طبعا. هقول لسيادتك حاجه، النهارده لما انا القرارات اللي اتخذت من البنك المركزي ليه احنا مؤمنين بيها او مقتنعين بيها؟ لان عارفين ان هناك فيجن واضحه انا عايز اوصل لها. النهارده لما انا بدعم الاقتصاد المحلي وبدعم وبحارب السياسه التضخم اللي هي اول هدف من السياسه النقديه، ان انا احارب التضخم واحارب طب ده هيؤدي الى ايه في الاخر؟ استقرار سياسي، دي واحده. نمره اتنين ان انا هدعم الاقتصاد المحلي وده اهم. النهارده الاقتصاد المحلي لما يتعافى ويكون قادر انه ينتج هنشط كل الموارد، هنشط التصدير بالظبط، هقلل الاستيراد، هزود فرص العمل، هقلل البطاله. هو ده اللي عايز اوصله. انا عايز اقول لك حاجه، حتى التصدير من ضمنه منتج انت بتستورده، خلي بالك سيادتك. فالنهارده حتى لما مكونات المنتج انت بتستورده، فالنهارده انا خلينا نقول ما احنا في الاخر يا جماعه لو عملنا الحساب كده المزايا والعيوب، انت في الاخر بلد بتستورد 80% من منتجك، حتى التصدير فانت مدخلاته انت بتستوردها. نمره ثلاثه الاثر على التضخم، نمره اربعه القوه الشرائيه، الناس الغلابه اللي حاطه ودايعها في وعايشه عليها هتعيش منين؟ ما انت النهارده جاب لك ثوره جيع بكره انت هتقول هينفعك بقى البنك ده؟ يعني نقدر نقول ان البنك زي ما علق احد الزملاء على الفيسبوك، قال لك ان طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد ارتدى عباءه دكتور فاروق العقده وهو الجلباب البلدي الذي اتجه نحو محدود الدخل. بص انا اقول لك، انا مقتنع الحقيقه يعني، هو راجل يعني مش معانا بس انا مقتنع بسياسه الدكتور فاروق اقتناع شديد، والراجل ده يعني في غيابه بس لازم نديله حقه، ان الراجل ده قاد سياسة الإصلاح المصرفي ببراعة، شهد له المؤسسات العالمية بما فيهم ألان جرينسبان نفسه أشد بهذا. وبالتالي اللي احنا عايشين فيه ده كله نتيجة نجاح سياسة دكتور فاروق العقدة. فإن يكون أحد تلامذته أو أحد مساعديه يخوض نفس المنهج ده حاجة نفرح لها وننبسط لها ما نزعلش منها. فأنا على قناعة إن الفترة اللي جاية، وهتقول لي ليه أنت على قناعة يا سيدي الفاضل؟ النهارده التناغم وباكد عليه 10 مرات بالسياسه الماليه والسياسه النقديه في الحكومه، ده هيكون سر نجاحنا او فشلنا. تمام سيادتك، عايز تطلع بعد اذنك هنخرج لفاصل ونعود لاستكمال الحوار. اعزائي المشاهدين، عدنا من جديد لاستكمال الحوار مع الاستاذ عدنان الشرقاوي. حتى يوم الخميس تجاوزت حصيله الشهادات الجديده 30 مليار جنيه، وده رقم قوي جدا. البعض عنده تخوفات
ان تاثر هذه الاموال على سيوله في السوق، على حجم التمويل بالنسبه للقطاع المصرفي للمشروعات، او حجم استثمار المواطنين في السوق نفسه. بس يعني كنت بتكلم على الاستاذ هشام عكاشه نائب رئيس اتحاد بنوك مصر، كان بيقول ان لا، البنوك فيها تريليون و8 من 10 او 9 من 10 مليار جنيه، يعني الرقم ده لا يمثل شيء بالنسبه لها، والسوق فيه اقتصاد موازي غير رسمي قوامه قد يصل الى 400 مليار جنيه، برضه هذا الرقم لا يؤثر. حضرتك بتتفق مع هذا الراي؟ تماما بتفق لاسباب عديده. اولا برضو عايزين نقول نقطه، برضو ننوه على حته ال 30 او 28 مليار اللي اتجمعوا في خمس ايام، يمكن هم اعلنوا عنها يوم الجمعه او السبت، وهم ما فيش يعني ما فيش جاب معين عايزين يقفلوا بعديها. لا، انا عايز اقول اوافق طبعا تماما على هذا الكلام، واضيف حتتين الحقيقه. في نقطة مهمة برضو الناس لازم تفهمها. رجال الأعمال، رفع سعر الفايدة ل 12.5 ده لم يمس رجال الأعمال. ليه؟ لأن لم يتم رفع الأذون الخزانة، ولم يتم لم تزيد الفايدة على الإقراض. بالظبط كده. يعني هو ده على الودائع. بالظبط كده. لما لما أجي أستلف الفايدة زي ما هي لحد ما البنك المركزي يحين إشعار آخر. بالظبط كده، يحين إشعار آخر. فدي نقطة برضو مهمة لازم نوضحها، دي نقطة مهمة جدا لازم نوضحها. هي ديت هتأثر في أرباح البنوك. بالظبط. لكن جاء يعني برضه ما لازم البنوك، ما البنوك مش بتعمل ربحيه تتحمل بقى شويه، لازم لازم حسب الظروف الاقتصاديه، يعني لازم في وقت اللي احنا فيه ده لازم تضحي ببعض ربحيه، ولكن في نظير دعم الاقتصاد اللي هي بتستفيد منه اولا واخيرا. دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه اللي سيادتك اشرت اليها، السيوله عندنا زي ما سيادتك قلت 1.9 من 10 تريليون. نسبه الاقراض اللي هي اعلن عنها البنك المركزي للودايع 40، لازالت في حلال 40 و41 الى 60%. طيب. فانت النهارده عند سيادتك سيوله غير موظفه، وكانت البنوك وقت من الاوقات بتستسهل وتحطها اذون خزانه، لكن جاء الوقت بقى انك تطرحها في المشاريع الاقتصاديه الهامه اللي احنا لسه مقبلين عليها. مقبلين عليها. وبالتالي بالعكس النقطه الاهم زي حضرتك اشرت اليها اللي هي الاقتصاد الموازي. الاقتصاد الموازي النهارده ليه الدولة حريصة أو البنك المركزي حريص على دعم مبادرة الشمول المالي؟ ليه هدفها؟ هدفها إن إحنا وجدنا إن الاقتصاد الرسمي، وغير والعلم سيادتك إن الاقتصاد الرسمي لحد وقتنا هذا ليس له رقم محدد لأنه غير معلوم بالتحديد، ولكن لو إحنا بندور في فلك، هدي سيادتك مثال بسيط كده، السلع اللي بتستورد من مصادر زي الصين وغيرها وممولة مش من السوق المصرفية الرسمية بتصل ل 11 مليار دولار، من 10 ل 11 مليار دولار. النهاردة لو نجحت انك تجذب عن طريق مبادرة الشمول المالي اللي بيترنها البنك المركزي، وكنا في مؤتمر شرم الشيخ وده نقطة مهمة لازم ننوه عليها، النهاردة لو عرفت تجذب حتى 50 او 60% من هذا الاقتصاد الرسمي الاقتصاد الرسمي، شوف تأثيره على موازنة الدولة قد ايه. ده تأثير يعني حقيقي، هيكون تأثير جلل، تأثير قوي انك تلوم. وبالتالي ان النهارده حكايه ان يقول لك 12.5 دي بتجذب سيوله مش في الادخار، وبالتالي ما بتشجعش، ده الكلام الحقيقه ليه تحفظ عليه. وموافق على كلام الاستاذ هشام عكاشه اللي قاله تماما يعني. بمناسبه الشمول المالي، يعني احب ان انوه ان اتحاد المصارف العربيه اللي رئيسه مصري الاستاذ محمد بركات بصدد بدء مؤتمر دولي في لبنان في بيروت يوم الاربعاء، بحضور تقريبا 19 ما بين رئيس ونائب رئيس بنك مصري. حقيقه انا يعني بعد الحادث اللي حصل في بيروت بدات ان انا اسال بعض قيادات المصارف بتفكروا تتراجعوا، كلهم قال لك لا هنروح، لان في النهايه ان المصير واحد، لو احنا اتخذنا موقف وخفنا هيبقى نفس الامر هينعكس علينا. كل رؤساء البنوك رايحين علشان يناقشوا ظاهرة الشمول المالي اللي هي بتهم الوطن العربي كله وتهم المصارف العربية بمشاركة الوزيرة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي. يعني اعتقد ان هو دوت هدف الشمول المالي طبعًا، وهو تضمين الفئات الغير مشتركة في التعامل مع البنوك داخل القطاع المصرفي. والعلم سيادتك انا عايز برضو اعلق على الموضوع ده، في مؤتمر شرم الشيخ اللي هو كان من كام شهر وكان برضو حضر الاستاذ محمد بركات وعدد من قيادات البنك المركزي، وصلنا حطينا توصيه مهمه جدا، يعني انا حتى قلت الموضوع يا جماعه ما هواش دور البنك المركزي وفول ستوب وفقط، لا، الشمول المالي دور البنك المركزي انه يراقب الموضوع او يكون هو الليدر في هذا الموضوع، ولكن الشمول المالي ده مبدا ينطبق على كل الحكومه المصريه. ليه؟ المبدا الشمول المالي بيبتدي، هقول لحضرتك هتستغرب يمكن كلامي، هو ده احنا قلنا، انا قلت الكلام ده في التوصيه في المؤتمر، ان انا بطالب بعمل نوع من انواع الستيرنج كوميتي او لجنه، مش بقى مؤتمرات وخلاص، لا، لجنه
يكون فيها كل الاطراف الريليتد، الاطراف المرتبطه بهذا الموضوع، ابتداء من التعليم، ابتداء من الاعلام، ابتداء من الحكومه. هقول لسيادتك ليه. النهارده زمان لو تفتكر، واحنا قلنا الكلام ده في المؤتمر، كان الاطفال في المدرسه عارفين يعني ايه ادخار، عارفين يعني ايه يحط فلوسه في حصاله. النهارده الشمول المالي ده لازم حاجه اسمها تربي الثقافه المصرفيه من المدرسه للكليه للمجتمعات للضرائب لوزاره الماليه للبنك المركزي. بمناسبه الادخار يا استاذ عدنان، بعض القيادات المصرفيه قالوا ان القرار الجديد لطرح الشهادات ل 12.5% هيؤثر بشكل كبير على الانفاق غير الضروري، هينعكس باثره على الاستيراد، بمعنى طبعًا. ان انا عايز احط فلوسي في الشهاده فمش هقعد اصرف غير في السلع المهمه، مش هشتري بعض يعني اسف مش عايز اضرب امثله مجات وحاجات ممكن تكون اقل مثلا تاثيرا، ففي النهايه هيبقى قله الاقبال على هذه السلع هتخلي اللي بيستوردها يتراجع عن استيراد كميات كبيره، فبالتالي هينعكس على تقليل الضغط على الدولار. ده كلام انت توافقني طبعا تماما. واضيف كمان على كلام سيادتك نقطه مهمه جدا، ان يعني احنا قلنا قرارات البنك المركزي لازم يستدعيها قرارات حكوميه، وانا اتوقع هذا طبعا، من عمليه الترشيد الاستهلاكي، ترشيد الاستيراد. انا النهارده بستورد سلع متوقع القرارات ديت؟ انا متوقع، لان خلي بالك حضرتك لما الرئيس قال الكلام ده قال يا جماعه لابد ان ترشدوا الاستيراد. النهارده في سلع انت ليس في حاجه اليها، ليس في حاجه. احد رؤساء البنوك قال لي ان احنا بنستورد يعني عصايه المقش الخشب. ليه يعني هل وصلنا لهذا الدرجه؟ يا فندم ده بيستورده فوانيس وسلاجيد سهله الانتاج في مصر. بالظبط كده. فاللي انا عايز اقوله، ليه ما نشجعش المنتج المحلي انه يستبدل طالما هناك، ودي اعتقد دي سياسه في الحكومه حاليا، ان هم يشجعوا المنتج المحلي وما يستوردوش المنتج اللي ممكن يكون متوفر بشرط برضو عشان نحط النقط على الحروف، ان يكون في برضو مراقبه للجوده. النهارده انا عشان احمي المستهلك اشجع الصناعه المحليه، ولكن بشروط جوده معينه. طيب. عشان ما كمان ما اديش للمستهلك اي حاجه. فعلى ما اعتقد ان الفتره الجايه هتشهد بعد التناغم المالي النقدي ما بين الحكومه والبنك المركزي، على ما اعتقد ان المجموعه الاقتصاديه مع الحكومه هتاخد قرارات متكامله. هرجع مع حضرتك في موضوع الدولار وتاثير العطاء الاستثنائي اللي طرحه البنك المركزي وطرح المحافظ الجديد الاستاذ طارق عامر على اتحاد الصناعات ان هو هيبتدي يعيد النظر في سياسات الايداع، ولكن بعد هذا الفاصل. اعزائي المشاهدين، عدنا من جديد. قبل الفاصل كنت بتكلم مع حضرتك على القرارات يعني المزمع اتخاذها في الفتره القادمه من محافظ البنك المركزي الجديد. طرح بعض تسريبات فيما يخص هذه القرارات على لسان الاستاذ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات بعد لقاء بالاستاذ طارق عامر، ان محافظ البنك المركزي هيطرح 4 مليار دولار هيضخها في السوق للتعجيل بالافراج عن السلع المحجوزه في المواني، بالاضافه للطرح الاخير للبنك المركزي اللي هو مليار وبضعه ملايين دولار للبنوك بحيث انها توفي اغلب الالتزامات. اعتقد ان هذه الصدمه الكهربائيه ليها اثر على السوق وعلى سعر الدولار. مفيش كلام ان بقول لحضرتك ان مجموعه القرارات اللي اتخذت من البنك المركزي كان ليها اثر مباشر. يعني على سبيل المثال، ردا على حته طرح مليار وشويه اللي طرحوا في الاوكشن الاخير ده، تداعياته سريعه جدا. النهارده انت حضرتك عندك بضاعه متخزنه في الجمارك وبتدفع عليها غرامات تاخير. كل الكلام ده بيستتبعه ايه في الاخر؟ بيستتبعه تاثير على السعر النهائي للمستهلك. للاسعار. للاسعار مباشره، والمستهلك هو اللي بينضر في الاخر، لان التاجر بيحمل هذه الغرامات على سعر السلعه، وبالتالي هو المستهلك غير هو اللي بيدفعها. النهارده لما حصل نوع من انواع، وده مهم جدا، الكوردينيشن ما بين البنك المركزي والسويدي وهكذا اللي اصرح به الباشمهندس السويدي، هل الكلام ده اصبح اتنفذ جزء منها فورا؟ طرح مليار دولار اتغطى خمسة جدية جدية الكلام لانه غطى 25% من الريفاينانس او الجزء المكشوف من الاعتمادات، وبالتالي ده يمثل 25%، يبقى اذا في 75% وهي تمثل الفرق ما بين المليار وال 4 مليار في مخطط البنك المركزي المصري انه يطرحها. في هناك انا اللي انا حاسه، يمكن انا بس ده اللي انا حاسه الحقيقه، ان في كوردينيشن وفي تناسق ما بين دلوقتي البنك المركزي ورجال الاعمال وكل والوزراء والمجموعه الاقتصاديه لصالح اقتصاد البلد، وده اللي احنا عايزينه، التيم ورك. احنا هنشتغل في تيم ورك، لو اختلفنا في الطريقه او في لن نختلف في الهدف، لا يجوز ان نختلف في الهدف. علمت ان هناك بعض التنازلات من عملاء البنوك عن الدولار،
عشان يشتروا الشهادات الجديده. دي حقيقه، وده لسه احنا يعني احنا اللي احنا وي ار واتشنج اللي احنا بنتابعينه دلوقتي، ان ده توقعنا الشخصي، ان الناس هتحس بفرق سعر الفايده الرهيب ما بين 1.5 مثلا و 12.5 يعني 11%. يقول لك لا، مخزون الدولار ما اصبحش سلعه تخزن فيها القيمه، مش جايب همه، مش جايب همه بالظبط كده. انا واحد من الناس، مش اخبي على حضرتك يعني، انا يوم الخميس قاعد مع الديلر بتاعنا وبقول له انا بفكر جديا ان الاسبوع القادم، بعد ما ارجع من دبي انا رايح مؤتمر، ان الاسبوع القادم اتنازل عن جزء من الدولار. لان يا جماعه ما هو لازم يبقى في بقى حاجه وطنيه كمان، تمام، يعني ما بقاش بقى كلام واحنا بنقول كلام وما بننفذوش على نفسنا، تمام. لازم نطبقه عمليا على نفسنا، وانا عملتها قبل كده وتنزلت على جزء من الدولار، ولازم نشجع الكلام ده. النهارده لما يلاقي رئيس بنك ولا نائب رئيس بنك ولا اداره عليا، الموظفين يشوفوا ان احنا بنتنازل عن جزء من الدولار بتاعنا، يبقى مش كلام، احنا ناس وطنيين وحاسين بمدى اهميه هذا الكلام. وخلي بال سيادتك، النهارده لما الدولار بتتنازل عنه، انت ممكن لما يستقر السوق ممكن ترجع تشتريه، اصبح لك بالظبط كده. طيب عايز اسال حضرتك يمكن اخيرا على ملف مهم جدا، قد يكون هناك تداعيات سلبيه في الفتره القادمه على قطاع السياحه، وطبعا هناك تداعيات سلبيه على قطاع الصناعه سابقه، يعني دي تركه ورثها البنك المركزي وورثتها البنوك الوطنيه، 3000 مصنع مغلقين بسبب مشاكل كثيره منها مشاكل تمويليه. دي حقيقة. هل تعتقد ان البنوك ستظل في سياستها محاولة دعم هذه القطاعات في خلال الفترة القادمة وعدم اتخاذ إجراءات قانونية؟ الحقيقة البنك المركزي طرح مبادرة ولا زالت المبادرة دي قائمة، لكن اللي أنا متوقعه الفترة الجاية إن هيبقى في دعم، ده اللي أنا حاسه، أنا ما عنديش معلومة عشان بس أبقى صادق. لكن لو المحافظ البنك المركزي الجديد بيتصرف بهذه الروح اللي فيها نوع من أنواع إنه بيحاول يحط إيده على نبض المشاكل، سواء مع رجال أعمال، سواء مع صرافة، سواء مع غيره، وبيتعامل في مصلحة عليا، فاللي انا هتوقعه الحقيقه ان هيبقى في دعم قوي للسياحه، وليس للسياحه فقط بل للصناعه، لان الحقيقه القطاعين دول الدوله دعم السياحه او اوقفت بعض الاجراءات الخاصه بتحصيل الكهرباء والتامينات بالظبط كده، واعتقد ان البنوك هتسير في طبعا ده احنا اوريدي احنا من نفسنا يعني من طبعا ده توقع ده سياسه بنك مركزي، ولكن احنا من نفسنا الحقيقه ابتدينا نحط السياسه ان احنا نمشي في نهج دعم القطاع السياحة زي ما قال البنك المركزي، وكذلك قطاع الصناعة، لأن الفترة الجاية هتعوز دعم كبير لهذين القطاعين. آخر سؤال، حضرتك متوقع أن أغلب البنوك تدرس جديا أنها تصدر شهادات يا قريبة يا بنفس القيمة؟ احنا اوريدي حاليا بندرس، أغلب البنوك بدأت تتجه لكده. احنا كبنكنا مثلا على سبيل المثال، وبقوا في بنوك كتير من الاتحاد عشان يبقى في منافسة على الأقل، بالظبط كده، وده لصالح العميل. خدنا إجراءاتنا إن احنا ناخد موافقة البنك المركزي على طرح هذا، يعني أعتقد العملاء هيستفادوا في الفترة القادمة. طبعا احنا قلنا كده لعملائنا، تمام، لأن احنا في نهج هذا، طبعا احنا ماشيين ورا سياسة الدولة، احنا كلنا بنفكر باستراتيجيا واحد وماشينا وبناخد إجراءاتنا دلوقتي من موافقة من البنك المركزي إن شاء الله. دي سياسة أعتقد إنها محمودة، وفي نهاية حواري يعني اللي كنت أتمنى يطول اكثر من ذلك، بشكر الاستاذ عدنان الشرقاوي عضو اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس البنك العقاري العربي، واتمنى ان شاء الله ان يكون لنا لقاء جديد ان شاء الله مع حضرتك. شكرا، اعزائي المشاهدين، الى لقاء الاسبوع القادم.